2-1 اللون الابيض دفاعيا. تصويبه ولد يا ولد يا ولد، هو بس هو والله، بالشمال ولا باليمين، ادريانو عنده الخبر اليقين. الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي، والله وحشتنا، والله وحشتنا وعليك وغوشتنا كده اهو كده اهو برضو يا قمر. نعم نعم نعم، ينجح النجم الكبير ادريانو. في ايهاب السعد سبعة، ايهاب السعد معذرة، ادي الانطلاقة فيفي، فرصة تاني، يا لعيب يا كبير، يا لعيب يا كبير، يا لعيب يا كبير، ايهاب السعد، ايهاب السعد ينجح، ينجح ايهاب السعد في احراز هدف جميل جميل، في هدف ثاني لصالح فريق مساعد الميلم. عبد الله الشاعر هو حارس مرمى فريق كويس قوي مساعد الميلم، نتيجة الضغط، ودي فيفا الخطير، يا خطير يا خطير يا خطير، بالثلاثة بالثلاثة خلصوا عليهم بالثلاثة. فيفي يسجل ثالث الأهداف ليتقدم مساعد الميلم بثلاث أهداف، هو اللي خطفها، هو اللي خدها، هو اللي عمل سويتش من الدفاع للهجوم، هو اللي عدى ورقص وعدى ومر وفات وشاط لتحتضن الشباك وتكون ثالث أهداف فريق المرحوم مساعد الميلم. برافو المدرب خالد الفضالة. اللعيب يسجل، اه الهدف اللي سجله سجله في مرمى شقيقه أسعد السعد، وادي الهدف الأول، الهدف الأول لتقليص الفارق، تصبح 3-1 ويحيي الأمل من جديد لأنه استخدم الباور بلاير. برافو 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 المدرب عبد الرحمن الرماح، برافو يا عبد الرحمن، عبد الرحمن بذكاء كبير قوي.